ان شاء الله باذن الله، يعني اعتقد بطوله الدوري محسومه بشكل كبير جدا، وهدف كل الاهلاويه واكيد الهدف الاكبر لمستر بايلر والفريق هي البطوله الافريقيه. انت شايف فرص النادي الاهلي ازاي في الحصول ان شاء الله باذن الله على هذه البطوله؟ زي ما قلت احنا عندنا اربع فرق وصلوا دور قبل النهائي، فرق قويه جدا، افضل اربع فرق في افريقيا. احنا في دور قبل النهائي لازم نقسم الفرص على الاربع فرق، كل فرقه ليها 25% نسبه الفوز. طبعا ده هدف كل الفرق من الفرق الاربعه انه يحققوا اللقب، واحنا فرقه من الاربع فرق، واحنا كافراد جهاز ولاعبين وجماهير كلية بنحلم نحقق اللقب، بنحقق نرجع الكاس للنادي تاني. طبعا الحلم مشروع من حقنا نحققه، ممكن نحققه بسهوله، بس طبعا مش بسهوله ولازم نبذل مجهود كبير عشان نحققه. انا طبعا مش هتكلم غير ان انا اقول ان احنا بنحلم نحقق اللقب، وبحب امشي مرحله مرحله. انا عندي دور قبل النهائي صعب جدا قدام وداد في كازابلانكا، لازم في ماتش الذهاب نلعب كويس ونحقق نتيجه كويسه عشان ماتش العوده نحقق نتيجه كويسه ونتاهل دور النهائي، وبعد كده نفكر هنعمل ايه في المباراه النهائيه. هاخد من كلام واقول في فتره من فترات كان الاتحاد الافريقي قال ان المباراه هتكون مباراه فاصله، مباراه واحده. انت شايف العوده تاني للمباراه الذهاب والعوده دي لصالح النادي الاهلي؟ انا متفاهم طبعا ان احنا لو لعبنا مباراه واحده هتبقى زي اوروبا، هتبقى اسهل طبعا، هتسهل جدا علشان في طبعا عشان الفيروس الكورونا هيبقى اسهل طبعا لو كان مباراه واحده. بس انا شخصيتي بحب دايما اقلم نفسي على ظروف ما اقدرش اغيرها. لو كنا لعبنا مباراه واحده كانت هتبقى افضل، تبقى كويسه، بس لو مش هيحصل مشكله لو لعبنا مباراه او مباراتين، سواء لعبنا مباراه او مباراتين هنحاول نبذل كفاره جهدنا عشان نكسب في مجموع مباراتين ويتاهل للمباراه النهائيه. يعني انا اعتقد يمكن في شويه مفاجأة في الكلام ان هو كان مباراة واحدة كانت بالنسبة له مش افضل، لكن كان بالنسبة له ما فيش مشكلة، لان بعض الناس بتقول ان المباراة الاولى لما بتكون مثلا على ارضك بتحاول بتحرز اهداف كتير، ومباراة العودة لما يكون وسط جمهورك ممكن جدا عامل الجمهور بيساعد شوية، وخاصة لما ان شاء الله باذن الله يكون يعني موضوع كورونا ده قل شوية ويبقى حتى اللعب على ارضك احساس اللعيب بيختلف شوية، فيعني دي مش بتبقى فرصة أفضل إنه بتلعب مباراة لها حساباتها، وبعدين المباراة التانية بتبني على المباراة الأولى على حسب نتيجتها. بالنسبة لك الموضوع ما فيهوش اختلاف كبير؟ انا ما بقلقش نفسي، ما بقعدش افكر اذا كانت مباراه واحده او مباراتين، او بعملش زي ما انت بتعمله او زي جميل ما بتقول مباراه واحده او مباراتين افضل. يمكن انا عشان بقالي فتره في كره القدم وبقبل اي ظروف بتحصل، يعني زي ما بيحصل في اوروبا، انا بحاول بقدر الامكان ما اقلقش نفسي بالمتغيرات وبقبلها على طول. زي ما بقول ما عنديش اي مشكله سواء مباراه واحده او مباراتين، في كل حالات لازم نكسب المباراه اللي نلعبها اذا عايزين نتاهل للنهائي ونكسب اللقب، لازم نفوز، لازم نادي افضل اداء عندنا. واعتقد برضو الخصم برضو هيقول نفس الكلام، هيقولوا برضو احنا عايزين نلعب ماتشين ذهاب او عوده او ماتش واحد. في الاخر انا شايف ان الموضوع اللي يحسم هو ادائك في اللعب سواء مباراه واحده او مباراتين، للمباريات اللي هتلعبها، وانك تأدي مباراه كويسه سواء مباراه واحده او مباراتين وتتاهل للدور النهائي. لعبنا مباراتين لعمر مباراه واحده، لازم تدي افضل ما عندك وتدي افضل اداء عندك عشان تتاهل، تستحق التاهل للمباراه النهائيه. هو طبعا التحضير لما بتكون مباراه نوك اوت، التحضير حتى التحضير النفسي والتحضير للمباراه دي بيختلف. اعتقد لو في مباراتين حتى التحضير النفسي، التحضير كمان للنواحي البدنية أعتقد بيبقى فيها اختلاف. يعني ممكن فعلا إعداد مختلف، أنا متفق مع حياتك، لكن بكرر مرة تانية، لكن برضو نفس الظروف دي بالنسبة لخصمنا، والفرقة اللي قدامنا فرقة قوية جدا وفرقة كويسة جدا، وإحنا تبقى في نفس المستوى، إحنا فرقتين، واعتقد ان الاختلاف الظروف ده مش هيغير من حاجه، احنا او خصمنا هيتقبل سواء مباراه واحده او مباراتين. تتمنى تقابل الزمالك في النهائي؟ ليه لا؟ طبعا في الاول زي ما قلت قبل كده وقلتها قبل كده على الملأ ان في منافسه
وده حاجة مطلوبة. المنافسة مطلوبة. لكن في كرة القدم لمصلحة كرة القدم المصرية هيبقى رائع إن فرقتين مصريين يوصلوا النهائي. طبعا حاجة غير قابلة للجدل إن وصول الأهلي والزمالك مباراة نهائية شيء رائع لكرة القدم المصرية. وطبعا بالنسبه لنا هيبقى شيء مهم، وطبعا مش هيبقى صعب انك تتاهل للنهائي، طبعا التاهل هيبقى صعب. لو هتلعب النهائي لو وصلت النهائي مش هيهتمك هتلعب قدام رجاء او الزمالك، لان في الاخر هيبقى عندك هدف واحد هو الفوز بمباراه نهائيه سواء قدام الزمالك او الرجاء.